أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية، وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بولس بالفاتيكان فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على الشيخوخة وسفر الجامعة وقال: سفر الجامعة يحتوي على بعض التعابير، منها كل شيء باطل، كل شيء ضباب ودخان وفراغ، وهذه التعابير في الكتاب المقدس تحملنا على الشك في معنى الوجود نفسه، وأمام هذا التقلب بين المعنى واللامعنى يمكن أن تبدو لنا طريق اللامبالاة على أنها الحل الوحيد المناسب تجاه خيبة أمل تشمل الحياة. ولا شك في أن اللقاء مع خيبة الأمل في الشيخوخة أمر لا مفر منه، وقد قاوم بعض كبار السن خيبة الأمل هذه، فحافظوا على حبهم للبر والصلاح وأعطوا بذلك أملاً لبقاء المحبة والإيمان في الحياة. حاول البحث الحديث عن الحقيقة أن يتخلى تماماً عن حب البر والصلاح، والمعرفة اليوم تريد أن تكون شاملة جامعة، لكن من دون التزام أخلاقي ومن دون مسؤولية. وقال قداسته: كشف سفر الجامعة عن هذه التجربة القاتلة لوهم العلم المطلق الذي يولد في النهاية عجزاً في الإرادة. إن الفراغ من المعنى والقوة الذي تؤدي إليه هذه المعرفة التي ترفض كل مسؤولية أخلاقية وكل توجه نحو الخير الحقيقي ليس أمراً بريئاً، إنما يجرد الإنسان من قوة الإرادة والتوجه نحو الخير ويفتح الباب لعدوانية قوى الشر. تقدم العلم أمر جيد، لكن رفضه لحكمة الحياة هو أمر مضر ويؤدي إلى طريق مسدود، وكبار السن المليئون بالحكمة يمكنهم أن ينقذوا الشباب من تجربة المعرفة المجردة من حكمة الحياة.